اسمي أميرة وعمري 8 سنين. عندي كتير نشاطات وهوايات. بستخدم هذا الكرسي أو العكازين للتجول. أنا جديدة بالحي بس بحب أتعرف دايماً على أصدقاء جدد. أميرة نموذج جيد جداً عشان تقدم الطفل اللي بيتحدى الإعاقة وبيمارس الرياضة وبيتحدى الصعاب كاملاً عشان يندمج بالمجتمع. بالتالي هذا باعتقادي حيساعد كل الأطفال إنهم يمارسوا الرياضة وبالذات الفتيات. في مجتمعنا زي ما أنت عارف إنه الفتيات شوية في عندها إحراج في ممارسة بعض النشاطات ومنها الرياضة. وأميرة بتحب الباسكتبول، مهتمة بكرة السلة جداً. أميرة باحثة بالعلوم، دائما في عندها أجوبة وتجارب. أنا متحمسة كتير لأنه رح نعمل تجارب اليوم. صح، مش قادرة أستنى لحتى أعرف سلمى شو رح تعلمنا. مرحبا أميرة. أهلا أميرة.